وينضم إلينا من بغداد مراسلنا مصطفى سلمان. أهلا بك معنا مصطفى. نبدأ معك من إعلان الحكومة بأنها لا تريد الحرب وتفضل الدبلوماسية، ماذا جاء في تفاصيله؟ إعلان الحكومة العراقية عن الدبلوماسية لم يكن حديثا، إنما هو موقف سابق منذ بداية الحرب في قطاع غزة، وأيضا عندما انتقلت الحرب إلى بيروت. الحكومة العراقية قالت إنها لا تريد أن يكون هناك توسع لنطاق الحرب في المنطقة، وحذرت في وقت سابق من أن الحرب الدائرة ممكن أن تنتقل إلى بلدان أخرى، وممكن أن تحرق المنطقة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل كبير جدا إذا ما تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب. الحكومة العراقية أبدت موقف من عدم رغبة العراق أيضا في الدخول كطرف في صراع إيراني إسرائيلي وصراع بين حزب الله وإسرائيل، وقالت بحديث صريح أنها لن تكون طرف وأنها لن تسمح باستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية لتهديد الدول أو استخدام الأجواء العراقية لتنفيذ هجمات على إيران، وسواء استخدام إيران للأجواء العراقية. لكن هذا الحديث ما زال حديثا حتى الآن، لأن الفصائل العراقية ما زالت تتمسك بالعمل العسكري وتتمسك بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ تقول إنها مطورة نحو أهداف إسرائيلية، وأيضا تتحدث عن رغبة في التصعيد إذا ما استمر الهجوم على بيروت. نعم، بالحديث عن استمرارها في العمل العسكري، اليوم كذلك أعلن فصيل عراقي مسلح استهداف منطقة الجولان، ما جديد هذا الاستهداف؟ هي استهدافات يعني بدأت تظهر بشكل يومي من خلال بيانات تنشر على منصات تابعة للفصائل العراقية، وتكون مرفقة بالعادة بمقطع فيديو يوثق عملية إطلاق طائرة مسيرة أو صاروخ يدعى صاروخ الأرقب المطور، الذي تقول الفصائل العراقية أنه صاروخ كروز مطور يستهدف مواقع إسرائيلية. لكن هذه يعني البيانات التي تصدر من الفصائل العراقية المسلحة تقول الحكومة العراقية أو المستشار رئيس الحكومة العراقي سبهان المولى تشاد تحدث عن تحرك حكومي ربما أو أنه آتى ثماره من خلال إقناع بعض الفصائل العراقية التي تتمسك بالعمل العسكري بالتوقف عن شن عمليات عسكرية خلال هذه الفترة، لأن المرحلة بحسب ما تتحدث الحكومة العراقية أنها مرحلة حرجة للغاية خلال هذه الفترة. شكرا لك من بغداد مراسلنا مصطفى سلمان.